شاهدتم ذئبا في البراري يأكل أخاه؟ هل شاهدتم يوما كلبا عض يدا ترعاه؟ هل شاهدتم فيلا يكذب يسرق يشهد زورا ينكر حقا يفشي سرا يمشي مغرورا بأذاه؟ سيمبا 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 قادم سيمبا جاء سيمبا عند التل بين قطعان الضباء سيمبا قادم سيمبا جاء سيمبا عند التل بين قطعان الضباء هل شاهدتم ذئبا في البراري يأكل أخاه؟ هل شاهدتم يوما كلبا عض يدا ترعاه؟ هل شاهدتم فيلا يكذب يسرق يشهد سورا ينكر حقا يفشي سرا يمشي مغرورا بأذاه؟ سيمبا 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 قادم سيمبا جاء سيمبا عند التل بين قطعان الضباء سيمبا قادم سيمبا جاء سيمبا عند التل بين قطعان الضباء سيمبا قادم سيمبا جاء سيمبا عند التل بين قطعان الضباء سيمبا قادم سيمبا جاء سيمبا عند التل بين قطعان الضباء سيمبا. أيتها النعامة، هل استوعبت ما قلته لك؟ نعم سيدي. لن يفلت مني هذه المرة. تسرعت؟ ماذا؟ لا شيء. هل سمعت حديثنا؟ جاسوس؟ صدقني لم أسمع شيئا يا سيدي. ماذا أصابه؟ سيجبره غناء الكناري على الاستيقاظ باكرا. استيقظ يا بول، هيا. حسنا، لدي طريقة مجدية لإيقاظه. ماذا تنوي أن تفعل يا إيك؟ لن يستطيع بول مقاومة رائحة الدجاج المشوي، ومن المؤكد أنه سيستيقظ رغما عنه. يا لهذه الرائحة الزكية، إنها رائحة الدجاج المشوي الذي أحلم بتناول وجبة منه منذ زمن. أين الدجاج؟ ها هي، أثرت عليها. احذروا احذروا، هجوم مباغت. ألم تسمع تحذير لونجين؟ حسناً. هيا اتبعنا يا بول. أسرعوا أسرعوا يا شباب. أين الدجاجة المشوية؟ كف عن هذه التصرفات السخيفة وإلا ها سأردها إليك بعد زوال الخطر يا بول. كفوا عن هذا النقاش، فسيمبا في انتظارنا. هيا اتبعوني. حاضر. مجموعة كبيرة من النعام تتجه نحوكم يا سيمبا. سنتولى مهاجمة هذه الطيور. طيور؟ لماذا أرسلوا طيورا؟ أنا أيضا أستغرب مشاركة هذه الطيور في المعركة. هناك سر ما، هل تعتقد ذلك؟ على أي حال علينا صد هذا الهجوم حالا. تصرف يا سيمبا. لتستعد المجموعة الأولى. تصدوا لهجوم طيور النعام.
هيا انطلقوا. حاضر. ثق بنا يا سيمبا. متى سنشارك نحن في المعركة؟ انتشروا. أرجوك توقف يا سيمبا، توقف. لن أبقى في المؤخرة، فمكاني في المقدمة. لا تخاطر بحياتك، هذا ما يسعى إليه شريخان. لماذا ابتعدت تلك النعامة عن أرض المعركة؟ لن تفلت مني. انظروا ماذا يدور هناك. ما الأمر؟ هل تصدقون ما يحدث الآن؟ لما لا نصدق؟ شجاع. لن يزعجني أحد بعد الآن. كرتي. هيا لنساعد بول. ذلك الكلب لا يستحق المساعدة. إنه صديق. أرجوك. سأساعده من أجل خاطركم. رينكا، لا تعامله بالمثل. سيمبا، علي أن أشارك في المعركة. حسناً. سألقن طيور النعام درساً لا ينسى. هيا تصرف كما يحلو لك يا رينجو. ثق بي. هل يقف إلى جانب سيمبا؟ سأعطيك كرة قبلك. رينجا، ما تفعل؟ كرتي، ألا تعرف أين كرتي؟ لا تسألني عن كرتك. أرجوك سامحني، فلقد كنت فظا معك. سأسامحك هذه المرة، اتبعني. أظن أنها سقطت هنا. ها هي. إنها أثمن ما أملك. ولكنها مجرد كرة عادية. نعم، إنها كرة عادية، ولكنها تعني لي الكثير. على أي حال، شكرا لك، فأنت أنقذت حياتي. شكرا لك يا بول. دعني وإلا ندمت.
ماذا؟ أحمل إليك رسالة مهمة جدا. ترى هل تحاولين التخلص من عقابي بكلامك هذا؟ صدقني يا رينكو، يطلب إليك شريخان التخلي عن سيمبا مقابل حياة ابنك. ابني؟ ولكن ما علاقة ابني جويل بالأمر؟ ألست حريصا على حياته؟ هراء، هل افتعلتم حكاية ابني هذه لإضعاف موقفي؟ تمهل يا رينكا، انظر. فهم. جويل، جويل، أين أنت يا صغيري؟ جويل، جويل. ماذا فعلتم بصغيري؟ ما زال حياً حتى الآن. لقد انتصرنا، انتصرنا. لم يعد هناك المزيد من الوقت يا رينكو، هيا قرر. سأقرر، موافق. جيد جدا، اسمع ما سأقول. حاضر. ستجد جوال عند أسفل الجبل، اذهب إلى هناك برفقة سيمبا. هذه خدعة، خدعة قذرة. صغيرك في انتظارك. يا للمصيبة. أبي، أبي، أنقذني يا أبي. ها هو، عثرنا عليه. هل أصبت؟ لا، لم أصب. أنت مريض؟ لا. دعني أقدم إليك الشكر نيابة عن الجميع بعد أن تمكنت من هزيمة عواني شريخان. شكرا يا رينجو. ما فعلته اليوم من أجلنا يستحق كل احترام وتقدير يا رينجو. علينا أن نشكر الكنار أيضا. لا تنسى أن تشكر كرة بول. اشكروا الكرة ولا تشكروا أصحابها. ماذا؟ في الواقع الفضل يعود إلى رينجو. هيا بنا نستعد جميعا لمغادرة هذا المكان أيها الأصدقاء. هيا اتبعني يا رينجو. هيا. ما بك يا رينجو؟ تبدو حزينا. يعتصر الحزن قلبي يا سيمبا. لماذا؟ تمكنت اليوم، تمكنت من معرفة المكان الذي يحتجز فيه ابني جويل منذ سنوات. إذن لما أنت حزين؟ لأنه أسير شريخان. ماذا؟ شريخان؟ قدمت إلي النعامة هذا الدليل وسيقتلونه إذا بقيت معكم. إذن هم يستغلون هذا الأمر وسيلة لإبعادك عنا يا رينجو. إن لم أذعن لأوامرهم فسينفذون تهديدهم وسيقتلون ابني الوحيد. هكذا إذن. هيا بنا. لا، سنبيت الليلة هنا.
يا لهذه الخدعة. علينا مساعدة رينكو بأي وسيلة وبأي ثمن. لابد لنا من إيجاد حل مناسب لهذه الأزمة. هذا صحيح، لنهاجمهم الليلة. هذه مخاطرة. أفضل أن نقابل أربور فلعله يزودنا بنصائحه في مثل هذا الوقت. ولماذا تزعجون أربور؟ أنت نم، لم نطلب رأيك أبداً. أرجوك استمع إلى ما سأقوله يا سيمبا. لما لا نستخدم الوشاح؟ فهو أقوى سلاح لدينا الآن. أعترف بذكائك وبشدة ملاحظتك. من قال إن بول عديم الفائدة؟ أولست فرداً في المجموعة يا أودنابرو؟ وأين الوشاح الآن؟ ها هو. سنتعاون جميعاً على إنقاذ ابن رينكو. لن أنسى تعاونكم أبداً. أرجو أن تحتفظ بكرتي إلى حين عودتي. حسناً، بكل سرور. رينكو، سننقذ ابنك من بين مخالب شريخان. سأرد إليك الجميل يا رينكو. كم هو مزهو بنفسه. أفضل أن تبث فيه الحماسة. لا، لن أفعل. ماذا كان رده؟ لم يقتنع إلا عندما رأى الدليل القاطع. هل أنت مصابة بالزكام؟ لا. أظن أنها تلقت ضربات مؤلمة منه قبل أن تقنع. إذن انطلت عليه حيلتنا في النهاية. كنت أتمنى لو أنك رأيت دموعه عندما قال لي متوسلا: أنا رهن إشارتكم يا سادتي. مسكين. جيد، هذا ما كنت أتوقعه، إذ ليس من المعقول أن يرفض ذلك الأبله رؤية ابنه. شبيك لبيك. أحسنت يا سيمبا، لقد أصبته. كن مستعدا لتنفيذ المهمة. أبعدهم عني. قرود يا قرود، هيا ارحلوا وإلا حطمت أنوفكم. لقد كانت معركة صعبة، ومع ذلك تمكنت من ضعضعة عظام سيمبا. سيمبا؟ تمكنت أيضا من هزيمة الكلب صاحب الكرة. كرة؟ وعجلت ذلك الكلب بضربة على رأسه هكذا، فأفقدته صوابة. أفقدته صوابة. سمعت؟ اهدأ، علينا أن نبعد ذلك الضبع أولا. اطمئن، سأتولى أمره. عد إلى مكانك. تأخر رينكو، أليس كذلك؟ سيأتي يا سيدي، سيأتي. كم أنا متلهف إلى رؤية سيمبا. جاء رينكو. أبي، هيا أحضره إلي يا قردي. من تعني؟ أعني رينكو يا غبي. ومن قال إن رينكو هنا يا سيدي؟ أظن أن هناك لبسا يا سيدي، مؤكد. لماذا تتألم أيها الأحمق؟ انظر. كيف تجرؤ على ضرب سيدك يا هذا؟ ستنال عقابك. أنا لم أحرك ساكنا. وقح. تضحك؟ أبعد هذا الطائر القذر. كف عن الضحك. إنها اللحظة المناسبة لإنقاذ جويل، أسرع. تعال، لا تخف، ستلتقي أباك. أين هو؟ أين الطائر؟ اختطف جويل. ماذا؟ ماذا قلت؟ أين اختفى؟ هل انشقت الأرض وابتلعت؟ لا، حمقى، حمقى، كيف أفلت من أيدينا؟ كيف؟
على سلامتك. أبي أحبك، اشتقت إليك. سأبقى إلى جانبك دوما لعلني أتمكن من رد جميلك. انضمامك إلينا يا رينجو يعني المزيد من القوة لنا. هيا اشكر سيمبا وأصدقائه يا بني. شكرا. سوف أقنع حيوانات وحيد القرن بالانضمام إليكم أيضاً. آمل أن تنعم حيوانات حقول السافانا كلها بالسلام والعدالة. كنت بطلاً يا بول. ماذا؟ أرجو أن تغني احتفالاً بعودة بول سالماً. ما بك؟ أنا؟ نعم؟ أرفض الغناء لمن لا يقدر معنى. سأفرح إذا غنيت هذه المرة. حقا؟ لا 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 لا، سأستمع إليك بكل جوارحي. هناك أغنية جميلة جدا. أبي، هل تذكر أغنية الأدغال التي سمعناها معا ذات يوم؟ ها؟ أغنية الأدغال؟ اسمع. كلما طلع الصباح حاملا عبق الورود ناشرا مع الرياح. نعم، هذه هي. قد عثرت أخيراً على من يقدر فني الراقي. الغرور صفة سيئة، أليس كذلك؟ اسأل نفسك. أرجو من الجميع مشاركتي في أداء الأغنية على شرف بول. شكراً. لنبدأ. كلما طلع الصباح حاملاً عبق الورود ناشراً مع الرياح نشوة الفرح الجديد ننطلق نحو التلال نملأ الغابات والبراري نملأ السهول والأدغال بالأغاني نستقبل الحياة بالحب والأمان أحلامنا أمالنا نقية المعاني تطلب الخير الوفير لعالم الأدغال. بفضل تعاون الجميع أخفق شريخان هذه المرة ولم يتمكن من تفريق الشمل، فها قد عاد كويل إلى أبيه ليعيش أجمل الأيام معا برفقة سيمبا. هل شاهدتم ذئبا في البراري يأكل أخاه؟ هل شاهدتم يوما كلبا عض يدا ترعاه؟ هل شاهدتم فيلاً يكذب يسرق يشهد زوراً ينكر حقاً يفشي سراً يمشي مغروراً بأداه؟ سيمبا 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 قادم سيمبا جاء سيمبا عند التل بين قطعان الضباء سيمبا قادم سيمبا جاء سيمبا عند التل بين قطعان الضباء هل شاهدتم ذئبا في البراري يأكل أخاه؟ هل شاهدتم يوما كلبا عض يدا ترعاه؟ هل شاهدتم فيلا يكذب يسرق يشهد زورا ينكر حقا يفشي سرا يمشي مغرورا بأداه؟ سيمبا 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 قادم سيمبا جاء سيمبا عند التل بين قطعان الضباء سيمبا قادم سيمبا جاء سيمبا عند التل بين قطعان الضباء سيمبا قادم سيمبا جاء سيمبا عند التل بين قطعان الضباء سيمبا قادم سيمبا جاء سيمبا عند التل بين قطعان الضباء سيمبا